احنا لازم نرجع بالعيل دي صحيح. باذن الله يا فندم. المعلومات اللي عندنا ان المجموعه 6 افراد ومدربين تدريب عالي. ربنا معانا ما تقلقش، احنا قد على خير يا رب. الله ينور وحوش. هو احنا لسه ما وصلناش لبيت العناصر المنفذه، بس احنا محتاجين نحط قائمه بالاهداف المحدده. تحليل الموقف بيقول ان الموضوع مش سلاح وكمائن، لان هم لو عايزين يهاجموا الكمائن السلاح معاهم كانوا هاجموها من زمان. انا في رايي ان هم عايزين السلاح ده ياخدوه ويطلعوه بره عشان يطوروا من قدرته الهجوميه ويرجعوا بيه هنا ينفذوا بيه عمليات اكبر. انا شغال على الاهداف وفي 5 تمركزات في النطاق الدائري دي، ونسقنا مع القطاع ورفعنا درجات التاهب والاستعداد فيهم زي الكمان بالظبط. تفريغ الصدر والوارد وصلنا الرقم من الارقام اللي تواصل معاها وقدرنا نرصد مكانه هنا. هيكلمه، لازم هيكلمه. مدالي معتز. حاضر يا فندم. يا اخر التطورات يا معتز؟ بعد ما ابو ياسر بلغهم ان الرقم بتاع اسكندريه ما بيردش عليه ومش عارف يوصل له، اختفوا الفترة. افتكرنا ان الموضوع اتكشف، خصوصا بعد ما قبضنا على خليه. وبعدين؟ رجعنا كل حاجة يا فندم، لكن من دقايق رجع حركة جمال الدين تواصل مع ابو ياسر وقال له انسى موضوع اسكندرية ده وكلفه بتكليف تاني. تكليف تاني؟ كلفه بايه؟ ينزل لحسين يصور اماكن الشرطة ويبعتها له على الفيسبوك يا فندم. ورديت عليه وقلت له ايه؟ قال انه راح مشوار في ميت نصر قرايبه وساعة هيبقى هناك، بنكسب وقت لحد ما ناخد قرار. حسين؟ هو مولد الحسين امتى؟ السنة دي يا فندم مولد الحسين يوافق يوم 14 مارس. 14 مارس؟ ده كمان كام يوم؟ بقول لكم ايه؟ بعتوا حد من عندنا ينزل يصور كام صورة كده للحسين، وبعدين هنختار هنبعت ايه منها لغاية معرض الأمر.